بسم الله الرحمن الرحيم. رح نحكي في هذا الجزء من المحاضرة أنا وياكم، رح نبدأ بالشابتر الجديد اللي هو موجود بالصفحة 47. رح نحكي عن الأبديتيف إميون سيستم أو الأكوايرد إميونيتي أو الأبديتيف إميونيتي أو السبيسيفيك إميونيتي. احنا كنا حكينا قبل هيك انه الاميونيتي عندنا زي ما انتم عارفين النات اميونيتي او نان سبيسيفيك اميونيتي واكوايرد اميونيتي او ابديتيف اميونيتي او سبيسيفيك اميونيتي، كلهم مترادفات لنفس الاشي او لا المناعه المتخصصه. طبعا احنا كنا حاكين عن النات اميونيتي انها هي فيرست لاين وسكند لاين. فيرست لاين اللي هو بتضمن الاناتوميكال والهيوميرال والسيلولار، تمام. احنا كنا طبعا الكتاب كان مقسمهم اناتوميكال هيمورال سيلولار، بس هون راجع مقسمهم مره تانية، فهو ما اختلف التقسيم اشي، فقط انه فيرست لاين سكند لاين. فيرست لاين اللي هو بتضمن كل الاشياء اللي اخذناها للاناتوميكال والهيمورال، والسكند لاين كل اشي اخذناه للسيلولار اللي هم الخلايا. هلا احنا رح موضوعنا في هذا الشابتر رح يكون عن الاكوارد اميونيتي او الابداتيف اميونيتي، اللي هي زي ما حكينا تقسم الى قسمين رئيسيات الى هيومرال اميونيتي وسيلولار اميونيتي. هلا صراحه في تصنيف تاني للاكوارد اميونيتي رح نحكيه في الشابتر اللي بعد هذا، اللي هو يقسم الى اكتيف وباسيف. كل الاحوال احنا خلينا نركز في التقسيم الاهم والتقسيم الاشمل اللي هو هيوميرال وسيلولار. طبعا هيوميرال بشكل عام قصدنا فيها البي سيل اللي بتنتج طبعا الانتي بودي، والسيلولار مين مسؤول عنها؟ مسؤول عنها التي سيل اللي تقسم الى نوعين رئيسيات، هم ثلاث انواع مش نوعين بس، هم يعني الرئيسيات بشكل اساسي هم نوعين. النوع الثالث هم عندنا تي سيل بنسميها تي سايتوتوكسيك وتي هيلبر، وفي عنا تي سبرسيف. في عنا النوع الثالث بسموه تي سبرسيف. هلا على كل الاحوال احنا رح نحكي عن هاي الانواع بالتفصيل، بس قبل ما احكي انا عن هاي الانواع بالتفصيل، هلا ليش سموه السبيسيفيك اميونيتي اكوايرد اميونيتي؟ لانه اكوايرد اشي مكتسب، هي تكتسب بناء على الانتيجين اللي دخل، يعني هي ما بتكون موجوده زي الانات زي المناعه الابتدائيه او المناعه الاصليه موجوده منذ خلق هذا الطفل او منذ خلق الانسان، لا هي مناعه بتتطور حسب الانتيجين اللي دخل عنا على الجسم او حسب العامل الممرض اللي دخل عنا على الجسم وبلش او صارت ضده استجابة مناعية. ليش ابديتيف؟ ابديتيف اصلا معناها اشي له دخل بالمستقبل او اشي له دخل بالتحديث وبالفيوتشر. هلأ هو بقول لك اسمه ابديتيف because it prepare immunity to future by memory. كيف يعني؟ يعني انتوا عارفين انه المناعه المتخصصه او السبيسيفيك اميونيتي هي بتعمل بتحارب الانفكشن هلا او بتحارب الانتيجين هلا، وبعدين بتخزن كمان جزء من الانتي بودي هدول بخلايا بنسميها ميموري سيل او خلايا الذاكره، وبتحتفظ فيها لحد انه لو تعرض الجسم لنفس الميكروبس هذا او لنفس الانتيجين هذا مره ثانيه بتطلع ضده مباشره الانتي بودي او الاجسام المضاده اللي كانت مخزنه في خلايا الميموري، وبتقضي عليه من غير ما انت من غير ما يعمل لك اي ديزيز او من غير ما يعمل لك اي انفكشن او من غير ما تحس انت باي اعراض. مشان هيك مثلا احنا اذا واحد فرضا حصب مره ما بيرجع بحصب تاني مره، لانه جسمه بيكون كون اجسام مضاده ضد الحصبه في المره اللي تعرض لها للاصابه او اللي تعرض فيها للاصابه. هاي يا جماعة هي بس تذكير بتقسيم الاميونيتي. هلا رح احكي انا وياكم على بعض البروباريتيز اللي بتخص الاكوارد اميونيتي، بعدين رح اعقب طبعا على المعلومات في الكتاب كالعادة. هلا اهم خاصية موجودة عند الاكوارد اميونيتي او عند الابديتيف اميونيتي انه اللي هي خاصية السبيسيفيسيتي، اللي هي خاصية السبيسيفيسيتي او خاصية التخصصية. زي ما انتم عارفين انه انا رح يكون في عندي انتي بادي او تي سيل اشماله سبيسيفيك، رح يكون في عندي انتي بادي طالع من خلية البي سيل او تي سيل سبيسيفيك ومميزة ومخصصة فقط لايش؟ للنوع للانتيجين اللي دخل عندي على الجسم. يعني كل انتيجين رح يدخل على الجسم رح يصنع الجسم ضده اما انتي بادي متخصص او رح تستجيب له تي سيل متخصصة. بدك تحكي لي دكتورة كيف يعني؟ ما انت حكيت التي سيل انها بس نوعين، هي تي سيل هيلبر او سايتوتوكسيك. هلأ
زي ما بصير عندك انت في انتاج الانتيجين، في انتاج عفوا الانتي بادي بطريقه متخصصه، كمان التي سيل سوف بتنتج عندنا كلون، او بنتج عندنا جيل، او بنتج عندنا مجموعه من التي سيل بتكون متخصصه لانتيجين معين، مجموعه من التي سيل بتكون مخصصه لانتيجين معين، وبالعاده بتكون طبعا من نوع التي هيلبر. التي سيل اللي بتصنع منها سلالات متخصصه لانتيجين معين هي التي هيلبر، هي التي هيلبر. بتمنى هاي الملاحظه يعني توقفوا عندها منيح، واذا ما فهمتوا ترجعوا تسالوني عنها. طيب بالنسبة للخاصية الثانية اللي هي زي ما حكينا خاصية الميموري، خاصية الميموري انه انا رح في هذا النوع من المناعة رح اخزن كمية من الانتي بادي في ميموري سيل متخصصة. رح تفرز هذه الانتي بادي اللي خزناها في مواجهة الانتيجين اذا تعرض له الجسم مرة تانية، اذا تعرض له الجسم مرة تانية. وطبعا بدك تفهم اشي كتير 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 مهم، انه الانتي بادي هذه اللي بتتخزن اكيد 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 نوعها رح يكون اي جي جي، اذا دائما وابدا بيكون نوعها ايش؟ اي جي جي. اذا مرة تانية الانتي بادي اللي دائما بتخزن ك ميموري او في خلايا الميموري تاع جهاز المناعة حتى انا اعمل سيكندري ريسبونس، او حتى انا اعمل ريسبونس ضد الميكروبس اذا تعرضت له مرة تانية، بتكون من نوع ايش؟ بتكون من نوع الاي جي جي، بتكون من نوع الاي جي جي. طبعا بدك تفهم شغلة ومعلومة أنا حكيتها قبل هيك، إنه دائما الأنات إميونيتي والأكوارد إميونيتي كونكتد، دائما هم مرتبطين مع بعضهم البعض. وراح تشوف إنه كيف مثلا التي هيلبر ممكن بكل بساطة ترجع تنشط فاغوسايت، تي هيلبر ممكن بكل بساطة على فكرة تنشط كومبلمنت، ما عندنا أي مشكلة. يعني إحنا ممكن، أو مثلا الأنتي بادي زي ما أخذنا ممكن يشتغل بمبدأ الأوبسينايزيشن، يعني هو شوف هو مناعة متخصصة تمام صح، وهذا الكلام مظبوط 100%، لكنه لما مسك الانتي بادي، عفوا لما مسك الانتيجين رجع شو عمل؟ رجع نشط الانات اميونيتي، واستخدم الانات اميونيتي كسلاح بالنسبة له. وهذا الحكي انا حكيته قبل هيك. هلا هذا الحكي كليته يا جماعة فقط موجود وين؟ موجود في الفقرة هذه، أنا فقط لخصت لك إياها. زي ما أنتوا شايفين بحكي لك طبعا في معلومة أنا حكيتها قبل هيك، إنه أنا الأنتيجين متى بحكي عنه أنتيجين؟ إذا يتعدى الأنات أرم. إيش يعني؟ يعني يتعدى من كل حواجز الأنات إميونيتي وضله عايش، وطبعا استفز السبيسيفيك إميونيتي. معناته زي ما حكينا في الأنتيجين أنا ما بحكي عنه أنتيجين غير إذا كان عنده خاصية الإميونوجينيسيتي، وزي ما حكينا هي تعني استيميوليت السبيسيفيك إميون ريسبونس. فإذا طبعا صار عندنا أو تعدى أي أنتيجين أو أي مايكرو أورجانيزم بشكل عام الأنات إميونيتي ما قدرت تقضي عليه، ساعتها بنطلق عليه لقب أنتيجين. ومين بتصدره؟ الأبداتيف إميونيتي أو الأكوارد إميونيتي. طبعا زي ما حكينا الأبداتيف إميونيتي هي تقسم إلى سيل ميدياتد والهيوميرال أو الأنتي بادي ميدياتد، وحكينا إيش كل واحدة فيهم. حكينا إنه بعد التعرض للميكروبس اللي هو طبعا صار راح يصير ضده استجابة مناعية اشمالها سبيسيفيك، وحكينا انه احنا قضنا في البي سيل او التي سيل، والتي سيل طبعا تو تايب، هم تري تايب لكن تو تايب الرئيسيين اللي هم هيلبر تي سيل والسيتوتوكسيك تي سيل. هلا حكينا عن خاصية الميموري اللي هي بتميز فيها دائما الأكوارد إميونيتي. هلا حكينا انه في تصنيف تاني انه هو باسف او اكتف، هذا اجلولي اياه شوي لقدام. هلا هون بحكي لك انه هي أبداتيف إميونيتي، وانه دائما زي ما حكينا بيكون عندنا الارتباط سبيسيفيك. ليش سموها أبداتيف؟ لانها هي بتحضر كمان اشي للمستقبل، يعني اذا احنا تعرضنا لهذا الانتيجين كمان مرة راح نتصداله الاشي اللي تخزن في خلايا الميموري. طيب لو جيت انا وياكم نتطلع على الفانكشن، او شو هي اهم وظائف الابداتيف اميونيتي. هلا الوظيفه الاولى ريكوجنيشن اوف سبيسيفيك نون سيلف انتيجين، يعني تا
تمييز الأجسام الغريبة أو الأنتيجين الغريبة عن الجسم، واللي لازم الجسم يكون استجابة مناعية ضدها. وفي نفس الوقت كذلك الأمر التفريق بين السلف والنون سلف، أفرق بين الأنتيجين اللي إلي مع الأنتيجين اللي مش إلي. هلا في عنا الاشي الثاني طبعا هو eliminate specific elimination للباثوجين، هو اني انا اتخلص من هذا الباثوجين بطريقه سبيسيفيك، بطريقه متخصصه وبطريقه سريعه ومنظمه. هلا في عنا الوظيفه الثالثه اللي هي الاميونولوجيكال ميموري، اني احتفظ ب ذاكرة او بي انتي بادي اللي هم اللي حكينا اتفقنا او انه نوعهم راح يكون اي جي جي في خلايا الذاكرة، حتى انا اذا صار في عندي مواجهة مع هذا الباثوجين مرة تانية على طول اتصداله وما ابدا يعمل لي اي مشاكل، ما يعمل لي اي مشاكل. طبعا الكلام اللي موجود عندي هنا هو نفس الكلام اللي انا حكيته، انه دائما علاقة الاكوارد اميونيتي مع الانات اميونيتي علاقة كويسة في بياناتهم كونكشن. ممكن بكل بساطة زي ما حكينا انه الابديتيف اميونيتي بكل بساطة ممكن يرجع ينشط الانات اميونيتي او ينشط النون سبيسيفيك اميونيتي ويستخدم اشياءها في انه يحارب الميكروبات، زي مثلا انه كيف الانتي بادي ممكن ينشط لنا الفاجوسايت سيل عن طريق الاوبسينايزيشن، او حتى ممكن ينشط لنا كومبلمنت، وهذه الطرق اللي حكينا احنا بشتغل فيها الانتي بادي. هلا بالنسبة للخلايا اللي موجودة عندي انا في جهاز الاكوارد اميونيتي هي نوعين، الليمفوسايت والانتيجين بريزنتينج سيل. هلا الليمفوسايت عارفينهم هم البي سيل والتي سيل. طب يا مس والانتيجين بريزنتينج سيل؟ الانتيجين بريزنتينج سيل هم خلايا العرض اللي بيعرضوا الميكروبس او الانتيجين عفوا بشكل عام لمين؟ للتي سيل، لانها التي سيل بتحتاج لشاشات عرض زي ما راح نحكي ان شاء الله. هلا رح نيجي انا وياكم نحكي عن الافكتور سيل اللي هم الليمفوسايت. الافكتور سيل هم الليمفوسايت. هلا الافكتور سيل اللي هم الليمفوسايت، هلا اذا خلايا جهاز الابديتيف اميونيتي نوعين، اول شيء الافكتور سيل اللي هم الليمفوسايت البي سيل والتي سيل، والمجموعه الثانيه اللي هم الانتيجين بريزنتينج سيل. طيب بالنسبه للبي سيل والتي سيل بشكل عام بدك تعرف انه انا في عندي يعني الأعضاء اللي بتكون منها أصلاً جهاز المناعة ممكن إحنا نقسمها إلى برايمر الليمفويد تيشو وسيكندر الليمفويد تيشو. هلأ مين هم البرايمر الليمفويد تيشو؟ اللي هم البون مارو والثايمس، اللي هم البون مارو والثايمس. هدول يا جماعة يا مس شو بيسووا؟ هلأ دائماً البي سيل بتصير لها وين البرودكشن تاعها بصير بالبون مارو، والماتوريشن يعني وين بتنضج وبتصير جاهزة انها تطلع على الغدد الليمفاوية وعلى الدم، لما كمان وين؟ كمان بالبون مارو. بينما الكلام مختلف بالنسبة للتي سيل. التي سيل بتتصنع اوكي بالبون مارو، لكن وين بصير لها ماتوريشن؟ وين بتنضج؟ في الثايمس، في الثايمس جلاند او الغدة الزعترية، في الثايمس جلاند او الغدة الزعترية. طيب هلا دائما خطوة التكوين والماتوريشن وين بتصير؟ الأعضاء اللي بتضم هذا الإشي اللي هم البون مارو والثايمس، اللي هم البون مارو والثايمس تمام. وهي هاي الأعضاء اتفقنا شو بتصير فيها؟ بتصير فيها عملية تكوين وعملية تكوين وإنضاج خلايا المناعة اللي هم البي سيل والتي سيل. هلأ في عنا differentiation step. ايش يعني differentiation step؟ يعني البي سيل تصير متخصصة ضد انتيجين معين. ركز معي، البي سيل تصير متخصصة ضد انتيجين معين، او التي سيل زي ما حكينا التي هيلبر سيل تصير متخصصة ضد انتيجين معين. وين هذا الكلام بيصير؟ هذا الكلام بيصير في الليمف نود وفي السبلين. في الليمف نود وفي السبلين بيكون عندنا في كميات من الماتشور ليمفوسايت موجودة في الليمف نود والسبلين تمام. هلا لما انا بفوت عندي الانتيجين وبصير اني مثلا لازم انتج ضده انتي بادي متخصصه تمام، وين بتصير عمليه انه خلص انا بدي هاي البي سيل تنتج لي انتي بادي متخصص لهذا الانتيجين؟ بتصير هذا الكلام بصير في الليمف نود او في السبلين. كذلك الامر لو انا بدي التي سيل، ركز معي، لو انا بدي التي سيل تستجيب لانتيجين معين بحد ذاته
في اللحظه هاي او في النقطه هذه وين هذا الكلام بيصير؟ بيصير عندنا في الليمف نود او في السبلين. بكل بساطه ايش اللي بيصير عندي؟ بيصير في عندي كلونينج او بيصير في عندي استنساخ او بيصير في عندي تصنيع او بيصير في عندي اعتبره اللي بدك اياه لا نوع معين من خلايا البيسل او خلينا نحكي نسخه معينه من خلايا البيسل قادره على انتاج نوع متخصص من الانتيبادي. او بالنسبه للتيسل يتم في هذه الاعضاء اللي هي الليمف نود والسبلين شو اسمه انقسام او مجموعه من خلايا التيسل تتحول او بتصير سبيسيفيك لانتيجين معين لانتيجين معين. انت ما فهمت علي، انا فهمك هسه. هلا انتوا اول شيء بتصنع البيسل والتيسل وين بتصنعوا؟ بتصنعوا بالبون مارو وبصير لهم ماتشوريشن بالنسبه للبيسل بالبون مارو وبالنسبه للتيسل بالثايمس، تمام؟ واللي هم البرايمر الليمفويد تيشو او مرات بسموهم انتيجين اندبندنت تيست. ليش؟ لانهم هون بيكونوا هم لسه مش مختصات في انتيجين واحد، هم اوكي ماتشور، هم ناضجات وامورهم تمام. بعد ما ينضجوا بيطلعوا من البرايمر الليمفويد تيشو لوين؟ للسكندري الليمفويد تيشو، وبقعدوا يستنوا، بقعدوا مخزناتهم وهم ماتشور وفول ديفلوبد. ايش يعني فول ديفلوبد؟ يعني ناضجات وامورهم تمام وكل شيء، بس ايش مالهم؟ لسه مش متميزات، لسه مش متخصصات ضد انتيجين معين. طيب لما انا بصير اوكي يلا دخل عندي الانتيجين بدي اطلع ضده مثلا مثلا مجموعه خلايا بي سيل متخصصه تنتج نوع واحد من الانتيبادي المناسب لهذا الانتيجين، وين بتصير عمليه التمايز هذه؟ بتصير داخل السبلين او داخل الليمف نود. نفس الكلام للتي سيل، لو انا بدي اعمل سيلولار اميون ريسبونس، لو بدي اسوي سيل ميدييتد اميون ريسبونس، تمام؟ هلا شو بعمل؟ انا في عندي مجموعه من التي سيل الناضجات الامور تمام مخزنات وين؟ في الليمف نود او في السبلين، بس ايش مالهم؟ لسه مش متخصصات في انتيجين واحد. وين بتصير عمليه انهم يصيروا متخصصات ويصيروا امورهم تمام لانتيجين واحد؟ هذا الكلام بصير في السكندري في السكندري الليمفويد تيشو اللي هم الليمف نود والسبلين. وطبعا هذه حركه التمايز بسموها انتيجين ديبندنت فيز. ليش بسموها انتيجين ديبندنت فيز؟ لانه صار في خصخصة عندي للتي سيل والبي سيل حسب نوع انتيجين معين، حسب نوع انتيجين معين. هلا اخر شيء بدنا نحكيه في هذا الجزء انه من 20-40% من البلد سيل هي بتكون الليمفوسايت. التي سيل عدد يعني من هدول كل الليمفوسايت اللي في الدم التولت بي سيل وثلاث أتلات تي سيل. إيش يعني؟ يعني نسبة التي سيل للبي سيل 3:1، يعني كل ثلاث كل ثلاث خلايا تي سيل بتقابلها خلية بي سيل واحدة، بتقابلها خلية تي سيل بي سيل واحدة. طبعا أكيد التي سيل والبي سيل بيختلفوا عن بعض بالريسبتورز اللي بيكون موجودة على سطحهم أو المستقبلات اللي بتكون موجودة على سطحهم، ببعض البروتينات والأشياء اللي بتكون موجودة على سطحهم، ورح نحكي عن هذا الكلام بالتفصيل.